اهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات اياحة. النهاردة حلقتنا عن زينة رمضان. كلنا طبعا في المناطق الشعبية عارفين الطقوس اللي بتتم، ان احنا مثلا بنلم من البيوت ونبدأ نعلق الزينة في رمضان وننور كمان الشوارع. طب كلمة زينة في الاساس هي اصلها ايه؟ الكلمة دي اساسا اصلها حبشي وترجع للصحابي الجليل تميم ابن اوس الداري. اساسا الكلمة دي او كلمة زينة دي ما كانتش اصلا في الاساس مرتبطة برمضان. هتقول لي امال مرتبطة بايه زينة؟ لا، في الاساس كانت مرتبطة بالجوامع، ان هم كانوا بيحطوا الزيت جوه الاناديل عشان ينوروا بيه الجوامع كل يوم جمعة. وكان صاحب الفكرة في الاساس هو سيدنا عمر بن الخطاب، لما جه في رمضان نور الشوارع وجي كمان نور المساجد وعمل الزينة عشان يسهل على الناس الوصول للمساجد وإقامة الشعائر الدينية وكمان صلاة التراويح. لحد القرن الرابع الهجري وأول الخامس الهجري، ودي فترة تأسيس الدولة الطولونية في مصر، وهنا ظهرت مظاهر الاحتفالات زي تزيين الساحات وتزيين الشوارع وكمان إنارة الشوارع، ودي هنا ارتبطت بشهر رمضان. نيجي بقى لفترة الدولة الفاطمية في مصر، كانوا بيستغلوا الحبال عشان يعلقوا عليها الزينة، وكانت بتتصنع من الورق المقصوص، وكانت كمان بيحطوا الفانوس في النص، وكانت كمان مش بس من الورق المقصوص، لا ده كمان كانت بتتصنع من القماش، او بيقصوا القماش ورق التزيين ويعلقوه على حبال ويعلقوه في الشوارع وقدام المساجد، وكمان بينوروا المساجد. وكانوا بيحطوا في الشوارع لافتات عليها اسم الحاكم وعليها شعار الدولة واضاءة المساجد بالمصابيح. اما بقى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان بيسافر مخصوص لتونس عشان يستورد الفوانيس، وده تقديرا منه للشهر الفضيل وعشان فرحة الناس بالشهر الفضيل، وكان كمان بيجيب ورق الزينة والفوانيس من هناك من تونس وهو جاي. نيجي بقى في التسعينات، كانت بيقطعوا الورق الملون والقماش ويحطوه في حبال ويعلقوه في نص ويعلقوا الفانوس، وكانوا الاطفال والكبار بيتجمعوا عشان يعلقوا الزينة في رمضان. طبعا دي كانت فرحة كبيرة قوي، ولغاية دلوقتي احنا مستمدينها من التراث الرمضاني القديم من ايام الدولة الفاطمية وماشيين على النهج ده. طبعا كلنا مش عارفين احنا ماشيين عليه ليه، لكن انا دلوقتي بقول لكم ليه. وبعد كده بقى اتطورت الزينة وبدأت تعمل من الجلاد الملون اللي هو ورق التجليد الملون اللي احنا بنقول عليه، على شكل اشكال هندسية سداسية وعلى شكل اهرامات، وتتعلق برضو على الحبال في الشوارع، وكانوا لازم طقوس يحطوا الفانوس في نص الحبال دي. وفضلت بقى تتطور لحد ما الصين بدأت تتدخل في الموضوع وبدأت تتصنع من على شكل اشكال كرتونية زي بكار وبوجي وطمطم وفطوطة والحاجات الرمضانية اللي بيفرح بيها الاطفال، وده يدل على فرحة المصريين وتقديرهم للشهر الفضيل من قديم الأزل ومن أيام الدولة الفاطمية. عضو اتحاد المؤرخين إبراهيم عنان وعمل دراسة وقال إن زينة رمضان بتدخل ضمن الطقوس أو ضمن الاحتفالات الدينية في العصر الإسلامي القديم، وكانوا بيسموها ليالي الوقود مش زينة رمضان. وكمان طبعا لدراسة العناني كان بيقول ان المحتسب اللي هو راعي شؤون الشارع اللي هو دلوقتي بالنسبة لنا وزير التنمية المحلية، كان بيؤمر التجار ان هم يعلقوا الفوانيس والمصابيح على محلاتهم ويعلقوا كمان زينة رمضان عشان ينوروا بيها الشارع، عشان يسهل على الناس ان هي تتجمع وتحتفل في الشوارع بعد الفطار. يعني حتى من قديم الازل عملوها زي امر دولي او امر من الدولة. ووصى كمان وزير التنمية المحلية ان لازم الشوارع كلها تكون نظيفة عشان يبقى سهل على الناس يتجمعوا ويحتفلوا بيها، ويبدأوا ان هم يقولوا الاناشيد اللي بتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. وده طبعا تقدير مننا للتراث الرمضاني وتقدير مننا للشهر الفضيل. وكانت فرحة الناس وفرحة الاطفال من ايام العصر الاسلامي ومن ايام الدولة الفاطمية فرحة كبيرة قوي بالنسبة للمصريين عموما مسلمين ومسيحيين. هستناكم في الحلقة الجاية من إياحة وسر جديد من أسرار التراث الرمضاني.